السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الدرس بإذن الله هنشوف إزاي نقوم بتحليل الموديل قبل الإكسبورت كستيل فايل أو ستيب فايل. أولا هنضيف بعض الإيدجز، هنا يكون في فيلت، فهنكتب فيلت إيدجز، وهيكون الإيدج ممكن نختار هذه الإيدجز النكست راديوس، وليكن هيبقى 2.5، انتر وانتر. بعد ذلك هنضيف بولين ديفرنس، فظهر بهذا الشكل، في عدة ايدجز بهذا الشكل. هنضيف ايضا فيلت مرة اخرى عشان يظهر، هنشوف هل فيه بعض ال نختار هذه الإدج. كلام سليم. إذن نذهب إلى analysis و edges، بعد ذلك show edges. في الاختيار ونكتب انتر، فاذا هنا بيظهر عدة edges. فال all edges هيظهر جميع edges، اللي يهمنا non manifold والاختيار الثاني. فالاختيار الثاني بيظهر ان هذه الايدجز هي edges منفصلة عن الاوبجكت، وده حصل فعلا. كل جميع هذه الايدجز الزرقاء ممكن نختار وليكن لون بهذا الشكل. اذا جميع هذه الايدجز عبارة عن edges منفصلة عن الاوبجكت بهذا الشكل. إذن هذا المجسم أو هذا الموديل غير صالح للإكسبورت بسبب أن الإدجز في إدج مش غير سليم. فبيتم حل هذه المشكلة طبعا عن طريق أن نعمل بريدج بين الأحرف العلوية، ويتم حل هذه المشكلة طبعا طبقا للموديل. النون ماني فولد إدج ممكن تظهر وبيذكر ان هي نون مانيفولد. المعنى نون مانيفولد ممكن يكون في بلين بهذا الشكل، بعد ذلك